أما بخصوص الأسعار والزيادة، طبعا الدولة واجهت هذه الزيادة الفترة السابقة التي لا تلوم للدولة بأي صفة، هو جشع من التجار. نزلت الدولة بكل ثقلها سواء بالرقابة أو بالمجمعات الاستهلاكية اللي احنا شايفينها في كل مكان، سواء من أحزاب أو من الدولة نفسها أو من القوات المسلحة أو من الشرطة، كل الجهات مشاركة بقوة في إن هي تقضي على هذه الظاهرة. بخصوص الطاقة برضو وزيادة الأسعار العالمية، احنا في 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 مضمار الزيادة العالمية في الطاقة بأسعار خيالية بخصوص أو بسبب الحرب القائمة حاليا، ومع ذلك حتى الآن الدولة المصرية تستطيع أن تحكم نفسها في حكاية أن يتم زيادة هذه الزيادات للمواطن المصري البسيط، والزيادة اللي تمت زيادة طفيفة ما توازيش الزيادة العالمية اللي تمت في أسعار المحروقات. أنا كوكيل لجنة الطاقة والبيئة أنا بطمن أغلب الشعب المصري إن الزيادات اللي بتتم حاليا زيادات طفيفة جدا بالنسبة للزيادات العالمية. إحنا مصادر الطاقة عندنا متنوعة، إحنا لأول مرة النهاردة ما نقلقش، إحنا عندنا النهاردة طاقة الرياح، الطاقة الشمسية في أسوان، الطاقة النووية في الضبعة شغالين فيها، طاقة الرياح في الزعفرانة، يعني النهاردة عندنا مصادر الطاقة تنوعت بشكل يخلينا مطمئنين الفترة القادمة إن شاء الله إن مفيش أي ضرب يحصل داخل مصر إن شاء الله، بل بالعكس إحنا إن شاء الله في شركات عالمية شغالة في البحث حاليا ضخ الغاز بشكل قوي. إن شاء الله ربنا يكون معانا الأيام الجاية ونقضي على موضوع زيادة الأسعار في الفترة القادمة إن شاء الله، والمواطن أثناء شهر رمضان الكريم كل سنة وأنتم طيبين يكون حس بالموضوع ده من خلال الجامعات الزكية أو من الزيادة الطفيفة اللي تمت في أسعار المحروقات داخل جمهورية مصر العربية. هل بتقوموا بدور كلجنة في مراقبة ارتفاع الأسعار بالنسبة للطاقة؟ اللجنة كانت عقد اجتماع من فترة مع قيادات الوزارة، تم مناقشة الزيادات العالمية وتم طرحها على رئيس المفاوضات. الزيادات العالمية مبالغ فيها جدا، على ما أعتقد لو تمت بالشكل الفعلي هترهق المواطن المصري، ولكن تم التوازن من خلال زيادات طفيفة يتم فيها سد العجز من خلال الدولة لصالح المواطن المصري.